طفل أردني يدعى شرقو الكردي يظهر براعات كبيرة في لعبة الجولف التي تكاد تكون رياضة شبه معدومة في عالمنا العربي. أمنيته أن يصبح أول بطل من أصل عربي يخوض غمار هذه الرياضة. يلقى شرقو دعما معنويا كبيرا من عائلته، غير أنه بحاجة ماسة للدعم المادي ليواصل مشواره، لأن رياضة الجولف مثل التنس تعد واحدة من أغلى الرياضات الفردية على الإطلاق. حسن زيتون التقى هذا الطفل في لندن ويكشف لنا مواهبه في هذا التقرير. I see other pleases me when this competition. I would go solo every day and do it properly. دعاء لله لكي يتحقق حلم هذا الطفل الصغير الذي لم يتجاوز سن 8 من عمره، وطموحاته كبيرة، إذ أنه يرغب في أن يصبح بطلا عالميا في رياضة الجولف التي أحبها وعشقها منذ العام 0 لولادته كما يقول. When did you start practicing golf? When I was zero years old. اكتشاف هذه الموهبة في سن مبكرة جعل الكثير من متتبعي هذه الرياضة يولون اهتماما خاصا بشرقو الذي شارك في منافسات عديدة وحقق الكثير من الانتصارات، وهو يفتخر كثيرا بما حققه، لكن الطموحات أكبر من ذلك بكثير. إن شاء الله سأكون أول بطل أردني في الجولف. ويلقى شرقو رعاية كبيرة من قبل والده موسى وأمه صام وشقيقه رعد وشقيقته عالية. Much better line. Look at that one. Look at look at that one. Excellent. Good concentration. Very proud of you. والله بحاجة يعني بحاجة كبيرة. هو تأهل لبطولة العالم في إلينوي لبيبسي للأطفال، ولكن ظروفنا المادية ما سمحت لنا إنه نتجه لذاك الاتجاه. We've had no help and it does take a lot of. لم نحصل على أي دعم من أي جهة، وهو بحاجة للأجهزة والتدريبات المتواصلة ورعاية مركزة، وهذا يتطلب مصاريف كبيرة. موهبة لا يمكن التغاضي عنها، فهو ربما سيصبح في المستقبل القريب أول بطل عربي في رياضة الجولف، هذه الرياضة التي تكاد أن تكون شبه معدومة في عالمنا العربي، وهو بحاجة إلى كل الدعم من أجل أن يتحقق حلمه في أن يصبح بطلا في هذه الرياضة. قضيت بعض الوقت مع شرقو الذي أبى إلا أن يعلمني بعض تقنيات استخدام مضرب الجولف، ولا أخفي أنني لأول مرة أمارس لعبة الجولف، وهي بالفعل رياضة شيقة جدا. أمنيتنا بالتوفيق لهذا الطفل الذي ربما سيصبح في يوم ما بطلا عربيا في رياضة الجولف. حسن زيتوني، NBC، وصباح الخير يا عرب من ضاحية ساري غرب لندن. يعني على فكرة هذا الطفل شرقو قد يكون مستقبلا من مزدوجي الجنسية، ولكن يشرف العرب أيضا. بعد الفاصل، تريد الترويج لشركتك وتسويق منتجاتك من دون إنفاق المال؟ في الفقرة الاقتصادية بعد لحظات، نصائح لإتقان أسرار مواقع التواصل الاجتماعي. راجعين.